سيستم فمش عارفين تعرفوا اللي موجود ولا ناقص. الموضوع شويه كله شال يعني، بس السوبر ماركت ساعات بيحط من عارف حضرتك بسهل على المستهلك الاجراءات، بحاول انتشر اكتر يعني، بحاول انا اقرب للناس يعني، انا بسهل على الناس بدل ما تجيلي بورق لمقر الجهاز، لا انا بس انا بنزل لكم الشارع، انا موجود معاكم في الشارع في نفس التوقيت اللي احنا فيه هنا. في فريق عمل في القريه الذكيه دوت، مستدعين كافه الشركات، موجودين ممثلين للشركات لسرعه حل الشكاوى. موضوع المنافس دوت اظن هيبقى دايم، بس هو لسه كتجهيز النهارده، احنا بس بننزل نعمل تجربه يعني، نشوف رد فعل الناس ايه، هل الموضوع فعلا هياثر على سرعه التواصل ولا لا، هيسهل على الناس ولا لا، بس ان شاء الله خلال فتره قريبه يكون متعامل مع الناس كلها. الافراد المحذوفين اسم اسمه انا واخد غساله حضرتك بقالي 3 سنين لحد النهارده مش قادرين يجيني شغالين. ده انا صرفت عليهم المكالمات والموبايلات، مش كنت اشتريت غسالتين تاني من اي شركه تانيه، ما كنتش كده. 1/9 بلغت عن ثلاجه عشان تصلح، قالوا لي ميعاد الصيام 12/9. 12/9 استنينا مندوب جنة جه كشف عليها، ما كشفش، بص عليها كده وراح قال انا عايز 185 جنيه عشان في قطعه غيار هجيبها لكم، واجي الصبح ركبها، والى يومنا هذا ما شفناهوش. اتصل بقى واشتكي حمايه المستهلك، اشتكي للشركه، دون ميعاد تاني يوم 1/10 ولا حد لحد دلوقتي جاء. انا جاي النهارده قلت اقدم شكوى لمعرفه المبادره عن طريق التلفزيون بتاعه حمايه المستهلك من حق المواطن، لان الغساله دي من 2011 لها قصه كبيره معايا. 2015 عدت واستبدلت الجهاز بجهاز اخر ودفعت 425 فرد استبدال عشان قطع غيار مش موجوده. انا ما اعرفش ازاي بينزلوا جهاز ملوش قطع غيار. لا حاجه، انا جايه النهارده اقول على ان في بعض المجمعات الاستهلاكيه اللي هي انشاتها وزاره التموين اللي هي بتسمى نيو ماركت، عندها مكن اللي هو بتديك الايصال بيه للمشتريات. المكن ده لا يبين سعر السلعه وامامها اسم السلعه. يعني مثلا بشتري جبنه مثلا كذا سعرها، لا هو يقول لي بآلة 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 بآلة، بيكتب الحاجه. فطبعا دي ما بتبينليش ايه الحاجه اللي انا بشتريها وسعرها.